مرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج الاقتصاد في الصحافة على قناتكم الاقتصادية الأولى، والذي نعرض فيه أهم الأخبار الاقتصادية التي تطرقت إليها الصحف الصادرة هذا اليوم. نبدأ عرضنا بجريدة الاقتصادية الأولى التي تناولت ما جاء في بيان اجتماع مجلس الوزراء، وقالت أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ثمن التقدم الذي تم تحقيقه فيما يتعلق برقمنة قطاع المالية، وأنه تم تخصيص 29.5 مليار دينار جزائري إضافية لولاية تندوف في إطار البرنامج التنموي الذي تم رصده للولاية من أجل تنفيذ عشرات المشاريع التنموية في المنطقة التي تحتضن عددا من الاستثمارات الهيكلية الكبرى. كما تناولت الصحيفة من خلال بيان مجلس الوزراء قرارات مراجعة وإثراء وتوضيح مضامين القوانين الأساسية للأسلاك الخاصة بقطاع التربية والباحث الاستشفائي الجامعي والأستاذ الباحث والباحث الدائم والأسلاك الطبية وشبه الطبية والأئمة. يومية الوطن من جهتها نشرت حوارا مع وزير السياحة والصناعات التقليدية مختار ديدوش، قال فيه: نريد أن نعطي وجهة الجزائر هويتها الخاصة. وأوضح الوزير في حوار الخطوط العريضة لبرنامج عمل القطاع التي سوف تسمح بدفع كبير لقطاع السياحة باعتباره رافدا مهما للاقتصاد الوطني. وأشارت الصحيفة في مقدمة الحوار أن الجزائر باستطاعتها فتح آفاق جديدة لتطوير قطاع السياحة والصناعة التقليدية باعتماد طرق جديدة لجلب السياح وتنويع خدمات القطاع. أما جريدة الخبر فتحدثت عن ارتفاع تحويلات الجزائريين من الخارج بين سنتي 2022 و2023، وقالت تحويلات الجزائريين بلغت 1.77 مليار دولار، حيث أوضحت الصحيفة نقلا عن تقرير للبنك الدولي أن تحويلات الأموال التي يقوم بها الجزائريون في الخارج شهدت ارتفاعا بنسبة 3.8% خلال السنة الجارية مقارنة بالعام الماضي. ونشرت الصحيفة توقعات المؤسسة المالية الدولية بارتفاع قيمة تحويلات أفراد الجالية الجزائرية في الخارج، رغم مخاطر تقلصها بالنسبة لبلدان أخرى بفعل التضخم الذي يضرب الاقتصاد في الدول النامية. يومية لسواغ دالجيغي كتبت عن توقيع رئيس الجمهورية لقانون المالية لسنة 2024، وقالت أن القانون تضمن جملة من إجراءات لحماية القدرة الشرائية ودعم أكثر للاستثمار. وأوضحت الصحيفة أن قانون المالية للسنة الجديدة الذي تم التوقيع عليه أمس من طرف الرئيس تبون حمل العديد من الإجراءات الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من حيث تقليص وإلغاء بعض الرسوم والضرائب، وكذا من حيث تقديم تحفيزات للمستثمرين من أجل تحسين وضعية الاقتصاد الوطني. صحيفة الحياة من جهتها نشرت التوقعات الواردة في قانون المالية للسنة الجديدة بخصوص نمو الاقتصاد الوطني، وقالت: توقع نمو بنسبة 2.4% بفضل الأداء الجيد لجميع القطاعات، حيث أشارت الصحيفة أن قانون المالية الذي وقعه رئيس الجمهورية أمس توقع تحقيق تلك نسبة 2.4% من النمو في الاقتصاد الوطني بفضل الأداء الجيد لقطاع الخدمات والفلاحة والبناء والري والأشغال العمومية والصناعة. كما يتوقع القانون تسجيل 3.9% كنسبة نمو خلال سنة 2025 وبلوغ نسبة 4% في العام الذي يليه حسب التوقعات المتوقعة متوسطة المدى في ذات القانون. أما جريدة الفجر التي نختم بها عرضاً لأهم ما جاء في الصحافة الوطنية من أخبار اقتصادية، فقالت أن وزارة التعليم العالي تفتح مسابقة لتوظيف 2255 مساعد استشفائي جامعي، حيث سيتم إيداع طلبات التوظيف لدى إدارات كليات الطب القريبة من مكان إقامة المترشحين لشغل تلك المناصب. التي كشفت وزارة التعليم العالي في قرارها حول العملية أن من بين المناصب المفتوحة 320 منصب مساعد استشفائي جامعي مفتوحة بعنوان الصحة العسكرية، موزعة حسب الهيكل الاستشفائي الجامعي ووفق التخصص المطلوب. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى ختام برنامج الاقتصاد في الصحافة لنهار اليوم، والذي تناولنا فيه بعض الأخبار والمواضيع الاقتصادية التي تطرقت إليها الصحف الصادرة هذا الصباح.
وتابع طيبة لبقية برامج قناتكم الاقتصادية الأولى، ابقوا معنا.